قصدي انت هذا الام جي الي هذا الام جي هذا الام جي الي هذا الام جي الي اوكي كان دوار شعلته شتي لهم بوتا الدراري كيخدام ما كان دوار شي دور بوحدو. السلام عليكم الشباب، نحكم بعد الفيديو الجديد اليوم ان شاء الله. جينا لكم بطريقه كيفاش انستالي الانبوت في الشيت انجن. شكرا بزاف الدراري على السيبورت جاكم في الفيديو اللي فات، ضربنا تشوكي الصاد في يوم في نار شي تا يومين نار وكثر من 120 لايك. والله الا ثانك يو سو ماتش اخوتي على السبورت ديالكم تاع الفيديو اللي فات. الصوت الدراري اليوم ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه كيفاش تانستاليو الانبوت والاملوك بجوج في دقه واحده، ما كاينش الضحك فهمتي. هادي لعيبه برازيليه فهمتي، حنا اول شرح تنشرعوها الدراري الثقه العربيه الصاص اللي شفتو عام المهم اللي شفتو دار شي فيديو سمعت انا نقلي منه. ساو الدراري غنوريكم دابا الطريقه ندخلوا بعدا لونطريمون ديال الاولى، وريكم الطريقه كيفاش تشوفوا الام بعدا كيدير. شوفوا الام خصكم تشوفوا الام الدراري هذا بزن تشوفوا الام ايش الضحك انتم. هذا الام ديالي هذا الام جي تشتي الام جي تشتي هذا الام ديالي هذا الام ديالي اوكي. احنا دابا غادي نمشيو نانستاليو الشيت انجن اوكي. غادي نجيو للشيت انجن بحال هكا نوركو على يس اوكي. اول حاجه الدراري هي غادي نحتاجو لهاد الدوسي هذا في كاع داكشي اللي بغينا اوكي. كاع داكشي اللي غادي نحتاجو الدراري باش نانستاليو الانبوت والاملوك كاين هنا. اول حاجه الدراري جيو بعدا لهنايا نمحيو شي لعيبات، جيو بعدا لهنايا نكوبيو هذا كونترول سي اوكي. غادي نجيو غادي نديرو ديك اللعيبه ديال ها غادي نقلبو على فينا وفينا 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 اتش دي بلاير بحال الفيديو اللي فات اوكي. نمحيو بعدا اتش دي اوكي. غنانستاليو بعدا الاملوك هو الاولاني نشوفو واش خدام الفاليو صافي. نديرو كونترول ا نزل هنايا الرق فالي نجيبو الثاني كونترول سي كونترول في الرق صافي. شوفوا الدراري دابا واش الاملوك خدام صافي. الاملوك الدراري هو خدام الاملوك دابا الملوك دابا خدام اوكي. نمشيو دابا الدراري نانستاليو الانبوت اوكي. الانبوت الدراري ما غادي نتحمل المسؤوليه تاع حتى شي واحد الدراري الا طبان عليه الكونت بسبب هاد اللعيبه، يعني راه ما عرفتش واش فيها البان ولا لا. المهم ما غادي نتحمل المسؤوليه تاع حتى شي واحد الدراري. نديرو نيو سكان نجيو نمحيو بعدا هذا ونمحيو بعدا هذا. غادي نجيو لهنايا غادي نديرو 4 بيت اوكي. غادي نجيو غادي نكوبيو كونترول سي هذا الرق فيرست سكان نيو سكان نقلبو عليه تاني الا ما طلعت لكمش عاود تاني قلبو عليه الدراري اوكي. بلا شيك ما كوبيتو ناقص رقم شتي اوكي. نيو سكان فيرست سكان صافي عاود ما طلع كونترول ا الرق نجيو لهنا كنديرو تاني كونترول ا كنجيو الفالو كنديرو ناقص 2000 ناقص الصات هي تيلي تسيس ما تيعرفش المهم اوكي. نديرو نيو سكان نمحيو هادشي نجيو لهنا تاني نكوبيو هاد التاني هادا نجيو لهنايا كونترول في فيرست سكان كونترول ا طن نديرو ليه نفس البلان فالو ناقص 2000 اوكي. كنجيو تاني هنا جيت التالتة كنترول سي نيو سكان
نمحيو هذا نضرب نمحيوه نجي ونحطه هنايا في اش سكان كنترول ا هاجي هنا كنترول ا ثاني هنايا نجيو لهنايا ناقص 2000 اوكي نجيو دابا الدراري التدريب ونشوف اوكي نجيو لهنايا حنا كان دوار شانتو شتي الانبوت الدراري كيخدام ما كان دوار تيدور بوحدو تيدور بوحدو الدراري الام ما تيتشتتش الام ما كيتشتتش عندو جميع الاسلحة الام ما كيتشتتش رويتو الدراري احنا الدراري نزلو شي سلاح اخر بلاش غنخرجو للتدريب غنجربو شي سلاح اوكي اجي نخرجو دابا الدراري للتدريب ونجربو هاد اللعيبات هادو اوكي ويتو ويتو الدراري شي انبوت كيخدام ريح هنا غير ما حداش كلاوات يبدا يخرب الماج بعدا الايكريك عندي طالعه داك الشيء علاش هويت الدراري المهم الشباب هذا هو الانبوت اللي بغا فهمتي اللي بغا يلعب الرومات اللعيبات راكم تما وكتواجد نقدر نقول لكم معليش البان واحد 50% 50% الاخرى ما عرفتش نقول لكم الدراري ما عرفتش عليه البان تدور بوحدو الدراري تدور الام بوحدو ما كاينش اوكي المهم الدراري هذا كان هو الفيديو الى عجبكم الفيديو الشباب تنساوش ديروا لنا واحد لايك وسبسكرايب وتبارطاجيو الفيديو مع عشرينكم الشباب الى عجبكم هذا الفيديو هذا وان شاء الله راه نجيو لكم بشروحات اكثر من هذا الشباب دعمونا بلي لايك وبالبارطاج ديالكم كان معكم بيكسي تهلاو